عسلامة مسيو. أهلا وسي سي سا عسلامة. لاباس؟ الحمد لله عسلامة لاباس. قدم لنا روح. الحمد لله. أيوة. اتفضل. قدم لك روحي. محمد بن فرج حي النسمة الفحص. مرحبا بك مسيو. اخترنا سوجي الزواج بين الماضي والحاضر. باه نحكوا فيه. باه. شنو الفرق؟ الفرق فرق قلة الطمعة. فرق هو قلة الطمعة. احنا قبل نتجوزوا عن جدارة. امرأة نحبها وتحبني ومانيش طامع في رزقها وماهيش هي طامعة فيا. نحملوا بعضنا في السراء ولا في الضراء ونجيبوا اولاد صالحين واحنا شنو بنبنوا على اللي بعدنا. جواز توا الشباب عندك فلوس مرحبا بيك وفات الفلوس ما عادش عارفك. يخليك ما يقضي لكش تبدا هو راقد ويقول لك برا جيب الخبزه يا ولدي برا جيب انت يقول لك لا. يعني جواز طمعة وجواز طمعة ما يدومش سراب يمشي وينهار. وقاعد نشوف فيه الشباب ياخذوا اليوم غدوة تلقاه في المحكمة. هو قلة الثقة وقلة في الطمع وجواز الطمع وين يهز الحشاك القطع الرقايب. احنا بكري ناخذوا عن جدارة ويمشي البو يخطب والام يخطب والساس بنت شكون وبنت فلان وفلتان وحتى كي تعمل ديراباج باللغة الفرنسوية بوها وامها يردوها. ولا قبل كان الراجل يسأل على مرته قبل ما ياخوها. بالضبط. توا ما عادش. باهي انت مع او ضد الساعة الراجل يسأل على مرته؟ لا مع. يسمع على مرتها يسمع على الساس يسمع على الساسها وناسها ويسمع على فاميلتها وهلها. يقول جواز العمر اللي تدبير سنين وثم حاجة أخرى نقولها لك بالشعر شعر القديم يقول إذا ركبت تركب إذا صحب تصحب ذكر يزينك وإذا ركبت تركب على منساس وإذا خطب ثقل موازينك وقبل الخطبة يسأل الناس والحصول زايدة تخرنينك. الحديث معنى والكلام قياس. اما ملس من تينك يزينك لما يطلع برا ما يطلع كسكاز. وهل تصدق اي كلام يتقال لك عليها؟ نعم هاي بالتجارب. كيفاش؟ بالنسبه لي نحن كيف بالصدفه انت تسال شخص حب يخطبها وهي رفضت؟ لا ما نعطيش الحقيقه نقول ثبت مليح ثبت ولا ثبت ثبت نقول لا يسم ما تعشر الا ما تصحب الا ما تعشر الناس. نعم تفضل. قلت لي قبل كانوا ياخذوا بعضهم عن حب. ولا اي كيفاش يحبها وهو ما يعرفهاش وما خرجش معها؟ لا يقولوا له ياخذ على الاصل بعد الحب يجي في الحب يجي معه الاصل مربوط بنت فلان بوها راجل. معناها بوها راجل دونك نحبها. ولا سيبي علي بوها راجل خاطر بتجيب الشنتي يجي هات عاتي ما يطلعش ذليل ما يطلعش رخيص يشوف اذا سلت تسال على حاجه معنا. فهمتي ولا توا لا ما عادش توا ماخذه يحب ياخذها ما يتخدم تخدم عندها فلوس عندها فلوس معاهش حب. وين الحب مشى على روحه؟ ضاعت الناس في الشوارع في تضرع في الشوارع هو خط الحب هل في الشارع ضاي ماهوش صحيح. شنو الفرق ما بين الحب نتاعكم انتوما قبل والحب توا؟ لا حبنا احنا حبنا احنا طابع وحب تو مزيف. حبنا احنا طابع وحبنا احنا متونا. انا 81 وعندي العجوزه 76 والله كيما عرسنا كيما تو خاطر الطابع بالذهب. اما الطابع تو مزيف طبعا طبعا المزيف الفلوس هي المزيفه. برشا خذوا هكا معناها عرسوا عن حب في معناها توا قليل يس صحيح الخير ما تقطعش اما قليل اما قليل في المية تلقى ثلاثه اما احنا في المية في المية في المية. تحس فما استسهال كلمة حب توا مش كيما قبل؟ لا موجودة توا موجودة. علاش؟ يعني قبل كان صعيب يوصل للمرأة معناها اللي باش ياخوها. علاش سهلة؟ في الطمعة نحبك وعلى السلامة وبخير منك حتى حد تخدمي لاباس تجيب بنتي القاضي يحبها. أما بكري احنا نقولها خدمي متى أنا نحكيك على سامحيني. فوالا أنا كي خذيت المدام معايا في الخط ولا؟ بيان سور. فوالا خذيت المدام وأمها تخدم وقتها في الفلاحة قلت لها اسمع قالت لي قلت لها لا وقت موتنا يخدمي أنت أنا ما أخذك لي روحي مانيش باخذك لناس أخرى مانيش باخذك لناس أخرى باش تخدم عند زيد وعمر تخدم توا لا تقول ما بتخدم تقول ما ناخذكش. طمعة نشوفوا فيها يحرق 5 ملايين و6 ملايين نجم يعمل بهم ربا فيك ويعيش يحرق في البحر بالطمعة. فوالا ماهيش حاجة صحيحة توا جواز توا ماهوش صحيح حتى البناء ماهيش تطلع صحيحة حتى البناء ماهيش تطلع صحيحة مش معرفة الشارع تقعد في الشارع. احكي لي قبل كيفاش كنت تتعرف على المرأة باش تاخوها كيفاش كانوا يتعرفوا قبل؟ حالتين إذا يبدو في دوار مع بعض كان الدوار كما توا نقولوا احنا الحياء يعرفها ويثبتها. اذا ما ثماش حياء البو بقولها راه بنت خويا خذ بنت خويا خذ بنت خالك خذ بنت عمك خاطر البو ما يزلزقش لولاده يوريهم قد قد. هذا هو الحب هذا هو الحب نتاعنا. ولو تبدا خايبه يقولها بو خذ ياخذها وتطلع صالحه وتطلع صالحه. وين تراها باش تعجبك؟ وين تراها؟
بعد باقي اللي يعملوا في الخطبه يقولوا نهار الفلاني انا وبنت فلان مش نشوفوه، يعملوا نهار يمشي يشوفها من بعيد لبعيد، انا من بعيد لبعيد اختها ولا امها هي تقرب، راي طفله شابه وراي طفله باهيه وراي طفله عاقله وابوها عاقل، الام والاخت هي تقرب، اما هو قريب ياسر باش يراها في الوقت هذاك وتطلع حب صحيح مال العرس مش حب الحب يجي بعد العرس ولا سيبيا بلا يترك باغ كونتخ توا ولاو لي كوبل يخرجوا مع بعضهم ويتعرفوا حتى قبل الخطبه ولا سيبيا، اما خير قبل ولا توا؟ لا توا قبل خير، قبل خير خاطر حب تو مزيف، تصعب باللغه المزيفه مزيف، حب تو على الطمعه بطل من خير ما يطلقها، يبدا يطلق شو يعني يطلقها، خاطر حب طمعة، والحب طمعة ما يبنيش باطل، هذا ماهوش حب صحيح، ماهوش راسخ، حب باطل، حب فضاء، حب واحد ماهوش راسخ، كان حب راسخ ما يتلقى، طلع عمري 81 مرة 76 كيف الأول كيف التالي، واضح؟ ماهيش هي، ماهيش هي، حتى البنات مش صالحين، خاطر الفلوس والمرأة ما تنجحش. يعني فما اختلاف كبير بين الأجيال حسب ما تحكي لي. هذا لا جدال فيه، ما نحكوش فيه، هذا ما نحكوش فيه. ديما نقولوا قبل الخير. هذا لا جدال فيه، هذا المقوي. بكري صحيح يا معلم معانا ولا خاتينا المقود كان صحيح، اما تو المقود مزيف يسوق الفولو يقول هكا يشد الفولو فيه تمشي كهرباء هكاك، اما احنا مقود صحيح ناخذوا على الصح وعلى وعلى قاعده، حتى نعطيك مثل شعبي واحد فلاح مو كل فلاح يعطوا كل الفلاح بركه، يا اخي ولد الفلاح ذكي ياخذوا بنت الفلاح الفلاح القليل كيف نحن ما ياخذوش، يا اخي هو الولد ذكي اش عمل، عمل في البيت عمل صخره ويجي هو بالبرنوس وهي راكده، هو ينادي بالصخره وهي تقعد قاعده، باهي مره ولا مره ثانيه يطلقها، المره يقول طلق خذي بنت الخماس، هو نادى بالصخره وهي نحت الحولي ولدت به، قال لها انت والزمان عليا وانا ناي وانت على الزمان، قالت ناي وانت على الزمان بكري، قالت ناي وانت على الزمان، مش ناي مش انت والزمان عليا، توا لا العكس، توا هي والزمان عليه، هي والزمان على الراجل توا، مش الراجل وحده، هاي باي باي سلام عليكم. خلي لك كلمة الختام. ختام الختام ربي يعاونكم وإن شاء الله، وإن شاء الله تونس تبدا بخير وإن شاء الله لاباس وإن شاء الله ترجع التران فوق السكة، إن شاء الله يمشي على القاعدة، التران خاطر توا دير باش ماهوش هو صحيح، هذا كلمة الختام، إن شاء الله التران يرجع على السكة وشوية صبر قولوا للشعب التونسي وتو نخلصوا ما تخافوش، قولوا نخلصوا ما تخافوش، أما راهو ثم آية يقولها ربي بعد أعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد خلق الإنسان عجولا، قولوا ما تعجلوش، العجل راهو ما يجيبش الباهي، سلام عليكم.